ده الدور، الدور يمكن هو يبان سهل، بس هو الدور ده انا بالنسبة لي اصعب دور عملته، لان الدور هو دور complicated جدا، يعني ليه ابعاد كتير في الشخصية، ومن بره مش زي من جوه، وليها تفاصيل كتير في المشي وفي اللبس وكده. بس طبعا زي ما بقول دايما ان اي دور مع محمد سامي بيبقى سهل، لان هو دايما بيديك تفاصيل الشخصية، ودايما بيبقى عارف الشخصية بتتعامل المفروض تبقى عاملة ازاي وتتعامل ازاي، فهو دايما بيلحقك، يعني بتبقى مطمن بصراحة. يعني انا معاه ببقى دايما مطمنة، اني عارفة لو في اي مشهد، لو اي هما بيفوتش كلمة، لو في اي كلمة غلط هيقول يا جماعة ستوب، لا بتتقال بالطريقة دي. فيعني انا كنت في ايد امينة، فكنت مطمنة يعني. We'll be right back.